بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 61. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب اللعان. اللعان يراد به الشهادات المكررة بين الزوجين المختومة باللعنة على الكاذب، وذلك إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فإنه بين أمرين: إما أن يأتي بالبينة وهي 4 شهود يشهدون على ما قال، 4 شهود عدول يشهدون أنهم رأوا امرأته تزني رؤية البصر، يرون الرجل يزني بها حقيقيا، يرون ذكره في فرجها. ما يقولون نشهد أنها زنت أو أنها تزني، ما يكفي هذا، بل يقولون نشهد أن رأينا ذكره في فرجها 4 شهود عدول. فإذا شهدوا فإنه يقام عليها الحد، حد الزنا بالرجم، يعني ترجم حتى تموت لثبوت الزنا في حقها وظهور صدق الزوج فيما قال. الأمر الثاني: إذا لم يستطع إقامة البينة فإنه يجب عليه حد القذف بأن يجلد 80 جلدة. إذا لم يستطع أن يأتي 4 شهود يشهدون بزنا زوجته الذي رماها به فإنه يجب عليه حد القذف بأن يجلد 80 جلدة، وله أن يسقط عنه الحد باللعان بأن يشهد 4 شهادات، 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فيشهد 4 مرات مكان 4 شهود، والخامسة يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين، ثم يتوجه الحكم إليها فيقال لها: اشهدي 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا شهدت هي 4 شهادات بتكذيبه وختمتها بالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فرق بينهما فرقة مؤبدة. هذا هو اللعان، مأخوذ من قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
هذا في حق الزوج، ثم في حق الزوجة ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع عنها الحد، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما على هذه الصفة فرق الحاكم بينهما. هذا هو اللعان. وإذا نفى الولد قال وهذا الولد ليس مني، نفاه في اللعان، فإنه ينتفي ولا يلحق به، وإن لم ينفه فإنه يلحق به لأن الولد للفراش. نعم. كتاب اللعان وهو مشتق من اللعن، لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة، واللعنة يعني في الشهادة الخامسة. نعم. واللعنة الطرد والإبعاد، والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات. وسبب نزول الآيات أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرمى امرأته بالزنا، فقال إنها أنه رآها تزني، رآها تزني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة، أي أقم البينة أو حد في ظهرك. فأنزل الله هذه الآية وبين سبحانه وتعالى حكم هذه المسألة إذا لم يستطع الزوج إقامة البينة، وأنه يكتفى باللعان بينهما. نعم. وروى سهل بن سعيد أن عويمر وروى سهل بن سعد أن عويمر العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبب نزول الآية. نعم. فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل يا رسول الله؟ قال هذا من باب السؤال، وما كان ينبغي له أن يسأل عن هذا، ولكنه ابتلي، لما سأل ابتلي، فلما ذهب إلى زوجته وجد الرجل معها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه وقع، فأنزل الله هذه الآية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاعنا يعني كل واحد شهد الشهادات المطلوبة منه وختمها بالخامسة، وفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرقة اللعان فرقة مؤبدة. نعم. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. يعني طلقها قبل أن يفرق بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث ابن عباس. نعم. كذبت عليها إيش معنى؟ إن لم كذبت عليها إن لم نعم أطلقها، يعني إن أمسكتها فأنا كاذب، هذا حلف من باب الحلف. نعم. وحديث ابن عباس في لعان هلال بن أمية رواه أبو داود. وهذا سبب آخر لنزول الآية، وهو أن هلال بن أمية أيضا وقع له مثل ما وقع لعويمر العجلاني، فتكون الآية نزلت بسبب الحادثتين جميعا. نعم. مسألة إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. لزمه الحد يعني حد القذف، لزمه حد القذف إن لم يلاعن، فلا يسقط عنه الحد إلا أحد أمرين، إما إقامة البينة وهي 4 شهود، أو
الملاعنة. نعم. هذه الشروط هي شروط لوجوب الحد بالقذف، فإنه لا يجب إلا باجتماعها. نعم. فلو قذفها وهي صغيرة أو مجنونة أو كافرة أو فاسقة لم يجب عليه الحد. إذا قذف وهي صغيرة لم يجب عليه الحد، لأنه لا يتصور منها الزنا لظهور كذبه، أو مجنونة كذلك، أو كافرة لأن الكافرة غير محصنة. نعم. أو فاسقة. أو فاسقة يعني أنها تقع في الكبائر من الذنوب، هذه محل للتهمة. نعم. أو فاسقة لم يجب عليه الحد، لأن الحد لا يجب إلا بقذف المحصن. والذين يرمون المحصنات بهذا الشرط، المحصنات، فمن رمى غير محصنة فلا حد عليه، لكن يجب التعزير، يجب عليه التعزير. نعم. وشروط الإحصان خمسة: العقل والحرية والإسلام والعفة، وأن يكون كبيرا يجامع مثله. جامع. يجامع مثله. نعم. شروط الإحصان خمسة: الإسلام، البلوغ والعقل والإسلام والحرية والعفة. إذا توفرت هذه الشروط صار محصنا، وإن تخلف شرط منها لم يكن محصنا، فلا يجب عليه الحد، لكن يجب عليه التعزير، من أجل أن الناس ما يتفوهون بهذا الكلام، يؤذر يعني يؤدب حتى لا يتكلم بهذا الكلام، لأن المطلوب من المسلمين الستر وتطهير الألسن من الكلام الفاحش بعضهم في بعض. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالواجب حفظ الألسنة عن الكلام في هذه الأمور. نعم. وهذا إجماع، وبه يقول جملة العلماء قديما وحديثا، يعني هذه الشروط مجمع عليها. نعم. إلا داود، داود الظاهري يعني. نعم. إلا داود فإنه أوجب الحد على قاذف العبد. والجمهور على أن العبد لا يجب، على أن العبد لا يجب الحد بقذفه لأنه ليس محصنا. نعم. وابن المسيب وابن أبي ليلى قال: إذا قذف ذمية لها ولد مسلم يحد، لأجل حق المسلم، لأن عليه عارا في قذف أمه ولو كانت كافرة، فيكون يقام الحد عليه ولو كانت الذمية، نظرا لابنها المسلم، لأنه يلحقه العار. نعم. والأول أصح، أو مذهب الجمهور يعني. نعم. لأن من لا يحد قاذفه، لأن من لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد لا يحد وله ولد كالمجنونة. لا فرق بين وجود الولد وعدمه إذا لم تتوفر الشروط. نعم. وفي اشتراط البلوغ عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما يشترط لأنه أحد شرطي التكليف فأشبه العقل، ولأن الصغير لا يتصور منه الوقوع في الفاحشة. نعم. ولأن زنا الصبي لا يوجب حدا، فلا يجب الحد بالقذف به كزنا المجنون. نعم. والأخرى لا يشترط لأنه حر عاقل عفيف يتعير بهذا القول الممكن صدقه أشبه الكبير. فعلى هذه الرواية لا بد أن يكون يجامع مثله، وأدناه 10 سنين للغلام، وللجارية 9، وللعان شروط. ولكن على القول قول الجمهور أنه لا يجب الحد لتخلف شرط من هذه الشروط، لا بد من التعزير، لا بد من التعزير. نعم. وللعان شروط لا يصح إلا بها: الأول
أن يكون من زوجين عاقلين. أن يكون القذف بين زوجين عاقلين، أما غير الزوج فإنه يقام عليه الحد ولا يسقطه ولا يصح منه اللعان. قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، هذا خاص بالزوجين. أما إذا رمى أجنبية وقذفها بالزنا فإما أن يقيم البينة 4 شهود أو يقام عليه حد القاذف وليس هناك لعان. نعم. الأول أن يكون من زوجين عاقلين بالغين، سواء كان مسلمين أو كتابيين أو رقيقين أو فاسقين، أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين، وفي الأخرى لا يصح إلا من زوجين مسلمين حرين عدلين. لأن اللعان شهادة، بقوله سبحانه: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وقال: والشهادة يشترط لها هذه الشروط. وقال: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها لم يجب اللعان، لأنه يراد لإسقاط الحد ولا حدها هنا، فينتفي اللعان. ودليل الأولى عموم قوله سبحانه: والذين يرمون أزواجهم الآية، ولأن اللعان يمين فلا يفتقر إلى ما شرطوه كسائر الأيمان. ودليل أنه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى، ويستوي فيه الذكر والأنثى. وأما تسمية إلى اسم الله، يعني قول أشهد بالله، أشهد بالله، فإذا كان فيه اسم الجلالة فهو يمين، إنه يكون يمينا. نعم. وأما تسميته شهادة فلقوله في يمينه: أشهد بالله، فسمي شهادة وإن كان يمينا. ولقوله: فشهادة أحدهما، سماه الله شهادة. نعم. فسمي شهادة وإن كان يمينا، كما قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. نعم، الشهادة تسمى يمينا لقوله تعالى: قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال بعدها: اتخذوا أيمانهم جنة، فسمى الشهادة يمينا. نعم. ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له طريق إلى نفيه، كما لو كانت زوجته ممن لا يحد بقذفها. يعني فيكون الحكمة من تشريع اللعان، تكون الحكمة حكمتان: الأولى نفي الحد، والحكمة الثانية نفي الولد. إذا الزوج هو الأصل أن الولد للفراش فهو ملحق بالزوج، لكن إذا أراد أن يتبرأ منه فلا سبيل له إلى ذلك إلا باللعان. نعم. الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا، لقوله سبحانه: أما لو قذفها بغير الزنا هذا لا يوجب اللعان، كما لو قال: يا خبيثة، يا فاسقة، يا فاسدة، فإنه لا يجب عليه الحد في هذه الألفاظ، وإنما يجب عليه التعزير فقط. ويجب أن يعزر كل من يتلفظ بهذه الألفاظ، كالذي يقول للمرأة أو للرجل: يا خبيث أو يا خبيثة، أو يا فاسق أو يا فاسقة، أو يا كافر أو يا كافرة، فإنه يجب التعزير في هذه الألفاظ. أما الحد فإنه لا يجب إلا بلفظ الزنا، القذف بالزنا خاص. نعم. ها؟ ايش يقول؟ أعد العبارة. ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد فشرع له طريق إلى نفيه، كما لو كانت زوجته ممن لا يحد بقذفها.
نعم، لو كانت زوجته من ما سبق من الكتابيات أو رقيقة يعني الغير حرة إلى آخره. نعم. الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا لقوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم الآية يعني بالزنا. والرمي لا يكون إلا بالزنا، الرمي لا يكون إلا بالزنا، الذين يرمون أزواجهم يعني يقذفونهن بالزنا، الرمي والقذف سواء. نعم يعني بالزنا. أما إذا وصفه بلفظ غير الزنا يا خبيث أو يا فاسق أو يا عدو الله وما أشبه ذلك فهذا لا يسمى قذفا ولا رميا، وإنما يسمى تعييرا، سمى تعييرا. نعم يعني بالزنا. وهذا رام لزوجته. الشرط الثالث أن تكذبه زوجته ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان. أما لو صدقته رماها بالزنا وصدقته إنه لا حد عليه لأنها صدقته في ذلك، فلا حد عليه، لأن من شروط إقامة اللعان أن تكذبه الزوجة. نعم. أما إذا صدقته فلا حد عليه، ولا حد عليها هي إذن إلا إذا اعترفت 4 مرات بالزنا. نعم. لأن الملاعنة لا تنتظم إلا من الزوجين، فإن لم تكذبه ولم تلاعنه فلم يصح اللعان. نعم. مسألة، وإن كانت زوجته ذمية أو أمة فعليه التعذير إن لم يلاعن. هذه قضية التي لا يحد بقذفها، التي لا يحد بقذفها، وهي الذمية والمملوكة الرقيقة، فهذه لا حد بقذفها ولكن فيه التعزير. نعم. لأن الإسلام والحرية من شرائط القذف الموجب للحد ولم يوجد، وإنما يجب عليه التعزير وله إسقاطه باللعان كما له إسقاط الحد باللعان، وشرع اللعان هاهنا لإسقاط التعزير ولنفي الولد إن كان ثم ولد. هذا الحكمة من اللعان، الحكمة منه أمران، الأمر الأول إسقاط الحد، والحكمة الثانية نفي الولد إذا أراد نفيه، أما لو لم ينفه فإنه يلحق قوله وإن تلاعنا، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. نعم. مسألة، ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته، يعني لا يعرض للزوج بإقامة الحد عليه ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك. الحق لها إذا طالبت به فإنه يطلب منه إما إقامة البينة وإما اللعان، أما إذا لم تطالب وسكتت فإنه لا يتعرض له لأن الحق لها هي. نعم. لأن ذلك حق لها فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها. مسألة، وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها حتى يكمل ذلك 4 مرات، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوقف الملاعن وخوفه بالله. نعم. فإذا أصر وجاء بالخامسة أتم اللعان. نعم. فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب. يعني إذا تم لعان الزوج يتوجه إلى الزوجة فتكذبه 4 شهادات،
وتختمها بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات. والعذاب هو الحد، العذاب هنا هو الحد. نعم. أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند 5 وتخوف كما خوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم المرأة تختم بالغضب والرجل يختم باللعنة، والغضب أشد من اللعن، الغضب أشد من اللعنة. 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لأنها إذا كان الزوج صادقا صارت هي كاتمة للصدق فتستحق الغضب من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما، يعني إذا تم اللعان فإن الحاكم يفرق بينهما ولا يجوز أن تبقى في عصمته بعد ذلك، حتى لا يجوز له أن يجتمع معها ولو بعقد جديد إلى الأبد، فرقة مؤبدة بينهما. نعم. فتحرم عليه تحريما مؤبدا، ودليل يعني لا تحريم مؤقت بل تحريم مؤبد. نعم. ودليل هذا قوله سبحانه ودليل هذا قوله سبحانه والذين يرمون أزواجهم الآيات، ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فجاءت فقال لهلال اشهد، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت 5 قال له اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم شهدت مثله وقيل له مثله. نعم. ثم شهدت مثله وقيل لها مثله، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. نعم. مسألة، وإن كان بينهما ولد فنفاه إن تقي عنه انتفى عنه، الولد إن نفاه في اللعان وقال هذا الولد ليس مني انتفى وصار ولدا لها هي فقط، وإن لم ينفه فإنه يلحق به، يلحق به لأن الولد للفراش. نعم. لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته فانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم، وسواء كان حملا أو مولودا. وقال أبو بكر ينتفي عنه الولد بزوال الفراش وإن لم يذكره في لعانه، وكذلك حملها ينتفي عنه الولد بزوال الفراش وإن لم يذكره في لعانه، وكذلك حملها ينتفي وإن لم يذكره. هذا عند أبي بكر من الحنابلة، لكن المذهب هو الأول أنه لا ينتفي إلا بنفيه، أما إذا لم ينفه فإنه يلحق به، قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. نعم. واشترط الخرقي في نفي الولد أن ينفيه في اللعان، فإن لم يذكره أعاد اللعان لأنه لم ينتفي باللعان الأول، وهو اختيار القاضي، لأن من سقط حقه باللعان كان ذكره فيه شرطا كالزوجة. واشترط الخرقي أيضا في الحمل أن لا ينتفي حتى ينفيه بعد وضعها له، ويلاعن وينفي الولد في اللعان لأن الحمل غير مستيقن، لجواز أن يكون ريحا
فيصير نفيه مشروطا بوجوده. المهم أنه على المشهور وعلى المذهب إذا نفاه في اللعان انتفى، وإذا لم ينفه فإنه يلحق به سواء كان مولودا أو كان حملا. نعم. ولا يصح تعليق اللعان بشرط نفي الولد، ودليل الأول أن هلال ابن أمية لاعن زوجته وهي حامل فلم ينقل عنه تعرض للحمل بنفي ولا غيره، فنفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: الآثار الدالة على هذا كثيرة، وأوردها: ولأن الحمل مظنون بأمارات ظاهرة تدل عليه، ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيما للحامل من النفقة والفطر في الصيام وغير ذلك. هذا رد على الخرقي رحمه الله، يقول الحمل ما يدره ولد ولا ريح، لذلك لا ينفى إلا بعد الولادة. يقول إن الحمل ظاهر يعرف أو خفي، المرأة الحامل يعرف أنها حامل بعلامات معروفة فلا يخفى. نعم. ويصح استلحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه، وهذا أقرب إلى الصواب لموافقته الأحاديث. نعم. فإن هلالا لاعن امرأته وهي حامل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي رميت به. ولم يعد لعانه عند وضعه، إذ يبعد أن يكون عاد لعانها فلم ينقل. نعم. مسألة: فإن أقر بالولد أو وجد منه ما يدل على الإقرار به لم يكن له نفيه بعد ذلك، لأنه أقر لولده بحق فلم يكن له جحده كما لو بانت منه، وإن أقر بتوأمه كان إقرارا بالآخر، إذ لا يمكن أن يعلم الذي له منهما. إذا أقر بالولد ثم أراد أن ينكره بعد الإقرار لم يؤخذ بإنكاره، بل يؤخذ بإقراره، لأنه لا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر في الولد وفي غيره. إذا أقر الإنسان طائعا مختارا بشيء من الأشياء ثم أراد أن ينكر بعد الإقرار فإنه لا يقبل منه في الولد وفي غيره. نعم. وإن أقر بتوأمه كان إقرارا بالآخر. إذا أقر بواحد من التوم صار إقرارا بالآخر، ويكون الجميع له، الولدان له، التوم كله له، وإن لم يقر بهما جميعا إقراره بواحد يسري على الآخر. نعم. إذ لا يمكن أن يعلم الذي له منهما، يعلم إذ لا يمكن أن يعلم الذي له منهما، وهو حمل واحد ألا يتبعض بعضهم منه بعضهم من غيره. نعم. فإذا نفى الآخر كان رجوعا عن إقراره فلا يقبل. نعم. وإن هني به فسكت كان إقرارا به. إذا هني بالولد بعد الولادة وسكت ولم ينكره صار هذا إقرارا، صار هذا إقرارا، لأنه أقر المهني ولم ينكر عليه صار اعتراف. نعم. وكذا إن هني به فأمن على الدعاء، أو قال رزقك الله مثله لزمه الولد. يعني هذا معنى الإقرار، يتضمن الإقرار، إذا أمن على الدعاء أو دعا لمن هنأه بمثله فهذا يتضمن الإقرار بالولد. نعم. لأن ذلك جواب الراضي في العادة. نعم. فصل: ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه بأن تأتي به لأكثر من 6 أشهر من حين وطئها لحقه نسبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه. هذا هو القاعدة، هو الأصل، أن من كان له امرأة أو أمه يطأها وحملت
فإن هذا الحمل يكون له يلحق به، قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، الولد للفراش، يعني لمن هي فراش له، يعني لمن هي فراش له، يعني لمن يطأها وهو الزوج أو السيد، هذا هو الأصل. وللعاهر الحجر، يعني الزانية لها الحجر وهو الرمي وهو الرجم، الحجر يعني الرجم. نعم. مسألة: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان لما سبق. الولد للفراش ولا ينتفي منه إلا باللعان، إذا أراد أنه ينفيه فلا بد من إقامة اللعان بينهم. ولا نقول له كيف تنفي هذا الولد وهو مولود من زوجتك أو من سريتك؟ الأصل أنه لك، الأصل أنه لك، فإذا أردت أن تنفيها فلا بد من الملاعنة بينك وبينها. نعم. ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها. نعم. فلو أراد نفيه باللعان لن يجوز، لأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين. أما السيد وسريته فلا يقام اللعان بينهما، ما يقام اللعان بينهما إلا، فلا ينتفي عنه إلا إذا ادعى أنه استبرأها، يعني أنه تركها مدة لم يطأها حتى برئ رحمها منه. نعم. ولا ينتفي عنه ولدها إلا أن يدعي استبراءها بعد وطئه. والاستبراء معناه أن يترك وطأها مدة حتى يبرأ رحمها من الحمل، يعلم براءة رحمها من الحمل. نعم. أما إذا كان يواصل الوطأ فإن الولد له بناء على الظاهر، لأنها فراش له، يعني موطوءة له. نعم. وهذا من أجل حفظ الأنساب، لئلا يتلاعب الناس بالأنساب. نعم. فإن ادعى ذلك فالقول قوله، لأنه أدرى القول، إذا قال أني مستبريها أنا لمده من أبطأها يصدق في هذا، لأنه لا يطلع على هذا إلا هو. نعم. وهو مؤتمن على هذا. نعم. فإن ادعى ذلك فالقول قوله، وينتفي ولدها عنه، يعني يلحق بها هي ولا يلحق به. نعم. لأن الولد لا يلحق إلا بعد الاستبراء، كما لا يلحق ولد الزوجة بالزوج بعد قضاء عدتها. لأن الولد لا يلحق بالاستبراء. عندك إلا لا، إن الولد لا يلحق بالاستبراء، يعني بعد الاستبراء. نعم. لأن الولد لا يلحق بالاستبراء. نعم. كما لا يلحق ولد الزوجة بالزوج بعد قضاء عدتها. نعم. ويقوم ذلك مقام اللعان في نفي الولد، وهل يحلف على وجهين؟ إذا قلنا إن القول قوله، فهل يحلف مع ذلك أو يصدق بدون يمين؟ على قولين، قيل يحلف وقيل يصدق بدون يمين، لأن هذا شيء لا يعرف إلا من قبله. نعم. وهل يحلف على وجهين؟ أحدهما لا يحلف، لأنه أمر لا يقضى فيه بالنكول، والثاني يحلف لاحتمال أن يكون كاذبا في دعواه فيستحلف كما في غيره من الدعاوي. مسألة: وإن لم يمكن كونه منه، مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، أو لأكثر. إذا عقد على امرأة أو ملك أو ملك أمة ثم ولدت بعد العقد عليها أو بعد الملك 6 أشهر فأكثر، فإن ولدها يلحق به لإمكان كونه منه. أما إن ولدت لأقل من 6 أشهر من العقد على الزوجة، أو أقل من 6 أشهر من الملكية على الأمة، لم يلحق به لظهور أنه من غيره، لأنه لا يمكن أن تلده لأقل من 6 أشهر ويعيش، لأن أقل مدة الحمل التي يعيش بعدها 6 أشهر.
فإذا ولدته قبل 6 أشهر وعاش دل على أنه من غيره فلا يلحق به. نعم. أو لأكثر من 4 سنين منذ أبانها. المطلقة يلحق به ولدها إلى أن تبلغ 4 سنين بعد الطلاق أو بعد الفراق، فإذا ولدته لأكثر من 4 سنين بعد الفراق لم يلحق به، لأن أكثر ما يبقى الحمل في البطن 4 سنين، ولا يبقى في بطن أمه أكثر من 4 سنين. نعم. فإذا ولدته بعد 4 سنين من فراقها دل على أنه من غيره. نعم. لأننا علمنا أنها علقت به قبل النكاح ولا يحتاج إلى نفيه باللعان، لأن العلامة ظاهرة أنه ليس منه فلا يحتاج إلى لعان. نعم. لأن اللعان يمين، واليمين جعلت لتحقيق أحد الجائزين أو نفي أحد المحتملين، وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه. وكذلك إذا كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين، إذا أتت زوجته بولد لم يلحقه نسبه. لو تزوج طفل صغير بامرأة دون 10 وحملت فإنه لا يلحق به هذا الولد، لأن هذا لا يولد لمثله، هذا لم يبلغ الحلم ولا يتصور منه الجماع، فيدل هذا على أن هذا الحمل من غيره ولا يلحق به. نعم. لم يلحقه نسبه لأنه لم يوجد ولد لمثله ولا يمكنه الوطء لصغره، ولا يمكنه الوطء لصغره. نعم. وإن ولدت زوجة المجبور المقطوع الذكر والخصيتين لم يلحق به. ومما لا يلحق به إذا كان الزوج مجبوبا كبير، هو كبير ابن 10 فأكثر، ولكنه ليس له ذكر، مجبوب يعني مقطوع الذكر، أو لم يخلق له ذكر أصلا، فلا يلحق به لظهور أنه من غيره. نعم. ولا يحتاج إلى نفيه باللعان لظهور أنه ليس منه، لأن هذا ليس له ذكر، مجبوب أو ممسوح، ليس له ذكر من الخلقة. نعم. لأنه يستحيل أن ينزل مع قطعهما فلا يكون الولد منه. يستحيل أن ينزل بدون ذكر. نعم. فلا يحتاج إلى نفيه لما سبق. فصل. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، هذا فيه اشتباه. إذا وطئ رجلان امرأة حرة في طهر واحد، مثل امرأة مزوجة لها زوج وطئها، ثم جاء واحد في ظلمة وظن أنها زوجته فوطئها في طهر واحد، الأول زوجها والثاني وطئها بشبهة يظنها زوجته وحملت، فلمن يكون هذا الولد؟ يعرض على القافة، يعرض على القافة الذين يعرفون الشبه، فمن ألحقوه به منهما صار له. نعم. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، أري القافة معهما. القافة. أري القافة معهما أو مع قارب أو مع قاربهما بعد موتهما، فألحق بمن ألحقوه به منهما، فإن ألحقوه بهما لحق بهما. يعرض على القافة وهم الذين يعرفون الشبه. هناك أناس أعطاهم الله قوة الفراسة والمعرفة، إذا نظروا في شخص قالوا هذا ابن فلان، يعرفونه بالشبه، فيعرض عليهما، فإن ألحقوه بواحد منهما صار له، وإن ألحقوه بهما ألحق بهما جميعا. ينكرون هذا الأطباء، ينكرون أنه يخلق مما رجلين، والفقهاء يقولون يجوز هذا، الله أعلم. نعم.
لأن قول القافة معتبر في نظر الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر نظر القافة في قصة أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، لما كان متغطيين بلحاف زيد بن حارثة وابنه أسامة، جاء رجل من مجزز يقال له مجزز المدلجي، كان من القافة، ونظر إلى أقدامهما تحت القطيفة، قال الله أكبر، هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره على ذلك، فدل على أن نظر القافة يعتبر في الأمور المشتبهة. نعم، لأن قول القافة معتبر في نظر الشرع، بدليل ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمد عليه، ولأن عمر رضي الله عنه قضى به بحضرة الصحابة فلم ينكره أحد منهم، فكان إجماعا. عمر رضي الله عنه قضى بخبر القافة في خلافته بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فدل على اعتبار قول القافة في مسألة الأنساب إذا اشتبهت. نعم، ولأنه حكم بظن غالب ورأي راجح ممن هو من أهل الخبرة، فجاز كقول المقومين، لأن هذول أهل خبرة، القافة أهل خبرة في فنهم، واعتبار أقوال أهل الخبرة معتبر في الأحكام الشرعية، إذا اشتبهت الأمور فإنها تعرض على أهل الخبرة بها فيؤخذ بقولهم. نعم، مسألة: وإن أشكل أمره على القافة أو لم توجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما. إذا ما وجد قافة أو القافة تحيروا ولم يهتدوا، يترك هذا المولود المشتبه فيه إلى أن يبلغ، فإذا بلغ، فإذا اختار واحدا منهما ألحق به، كن الخيار له هو. نعم، لأن الحق له هو، النسب حق له، فإذا اختار واحدا من هؤلاء المشتبهين صار له. نعم، لأن ذلك يروى عن عمر، ولأن الإنسان يميل طبعه إلى قريبه دون غيره. نعم، لأن النفس تميل إلى شيء جعله الله في النفوس، فالقريب يميل إلى قريبه وينفر من غير قريبه، فإذا مال هذا البالغ إلى أحد الرجلين ألحق به، لأن ميله إليه دليل على أنه قريب له. نعم، قال القاضي: وقد أومى أحمد إلى هذا في رجلين وقع على امرأة في طهرها، خير الابن أيهما اختار؟ نعم، وقال أبو بكر: يضيع نسبه ولا يقبل قوله في الانتساب، لأن الطبع يميل إلى غير القرابة لإحسانه إليه وحسن أخلاقه وكثرة يساره. مسألة: لا، المذهب هو أنه يلحق بمن يختار، هذا أقرب إلى الصواب، لأن هذا فيه حفظ لنسبه ومصلحة له، فلا يضيع كما يقول أبو بكر الحنبلي. نعم، مسألة: ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا، يعني يشترط في القافة العدالة، لأن الفاسق لا يقبل خبره لا من القافة ولا من غيرهم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اشترط فيه العدالة والخبرة في فنه هذا، أن يكون من أهل الخبرة. نعم، أن يكون عدلا حرا ذكرا مجردا في الإصابة. نعم، لأن قوله حكم
والحكم تعتبر له هذه الشروط. اشترط له العدالة ويشترط له الحرية فلا يكون مملوكا، ويشترط له الذكورة فلا يكون امرأة، لأنه يكون حكما، والحكم لا بد فيه من هذه الشروط. نعم. باب الحضانة. الحضانة، الحضانة معناها حفظ الطفل الصغير والقيام على مصالحه، مأخوذة من الحضن وهو الجم، لأن الصغير يحتضنه قريبه، يعني يجعله إلى جنبه، وهذا الباب يبحث فيه من هو الأحق بالحضانة للصغير إذا حصل نزاع بين أقارب الطفل، بين أبويه مثلا أو بين غيرهما من أقاربه، كلهم يريد أن يحتضنه، فمن يقدم منهما؟ تقدم الأم أولا، الأم تقدم على الأب في الحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى أمها، جدة الطفل من جهة الأم، ثم إلى من بعدها من نساء الأم كخالاته وأخواته وإلى آخره. فإذا لم يكن هناك من نساء الأم من يصلح للحضانة، تنتقل إلى الأب، ثم إلى نساء الأب من أمهاته وجداته وأخواته وعماته إلى آخره. نعم. والحضانة مصلحة للطفل لئلا يضيع، مصلحة للطفل لئلا يضيع، فهي حق للمحضون، حق للمحضون وهو الطفل، واجب على الحاضن، حق واجب على الحاضن. نعم. وأحق الناس بحضانة الطفل أمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي، ولأن الأم أكثر عطفا من الأب، وأدرى بمصالح الطفل وأصبر عليه، فهي أحق به من أبيه. فإذا تنازع الأب والأم المتفارقين في حضانة الطفل الذي ولد بينهما، فإن الحق للأم في هذا. نعم. إذا افترق الزوجان وبينهما ولد، افترق الزوجان بطلاق أو بغير ذلك من أنواع الفرقة. نعم. وبينهما ولد، فأمه أحق بحضانته إذا كملت الشرائط فيها، لا نعلم فيه خلافا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. اختصمت امرأة وزوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم في حضانة طفل بينهما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقطت حضانتها، لأن الزوج لا يريد أن يكون معها طفل يشغلها عن عشرته وعن، نعم، وحتى لو رضي، حتى لو رضي الزوج قال ما يخالف، هاتي، ما يلزم هذا لما في ذلك من المنة ولي. نعم. ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه، ولا يشاركها في ذلك إلا أبوه. لا يشاركها في الشفقة عليه إلا أبوه، ولكن هي أشد شفقة منه، من أبيه، وأعرف بمصالح الطفل الصغير، وأصبر على أذاه وعلى متابعته. ما في شك، الأم جعل الله فيها من الشفقة والحنان والصبر ما لم يكن عند الأب، وإن كان الأب أيضا عنده شفقة وعنده حنان، لكن الأم أكمل في هذا. نعم. ولا يشاركها في ذلك إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، وإنما يتولى. ولذلك جعل الله بر الأم
أكثر وألزم من بر الأب. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بصحابتي، قال صلى الله عليه وسلم أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك في المرة الرابعة. نعم. وإنما يتولى الحضانة النساء دون الرجال. وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حكم على عمر بن الخطاب وقضى بعاصم لأمه أم عاصم وقال حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشف فيختار، رواه سعيد. تخاصم عمر رضي الله عنه ومطلقتهم عاصم بن عمر في عاصم عند أبي بكر رضي الله عنه، فقضى بأن الحضانة للأم، وقال لعمر هذه المقالة، يقول حجرها وريحها وأحسن له منك. نعم. وقال حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار، حتى يشب يعني يميز فيختار من شاء من أبويه، إذا بلغ 7 سنين يخير. نعم. رواه سعيد. وقال ريحها وشمها ولفها خير له منك، مسألة. ثم أمهاتها وإن علون، ثم بعد الأم تنتقل الحضانة إلى أمهاتها وإن علون، جدته القريبة أو جدته البعيدة العليا تكون بعد الأم. نعم. ثم أمهاتها وإن علون الأقرب فالأقرب، لأنهن تقدم الجدة القريبة على الجدة البعيدة من جهة الأم. نعم. لأنهن نساء ولادتهن متحققة، فهن لأنهن أمهات، الجدات أمهات. نعم. فهن في معنى الأم. وعنه رواية أخرى أن أم الأب تقدم على أم الأم لأنها تذلي بعصبة. هذه رواية أخرى وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أن نساء الأب، نساء الأب أولى من نساء الأم، لأن نساء الأب يدلين بعصبة ونساء الأم يدلين بذي رحم، والذي يدلي بالعصبة أقوى من الذي يدلي بالرحم. نعم. فبعد الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأب، بعد أم الطفل تنتقل حضانته إلى أم أبيه على هذا القول، والقول الأول تنتقل إلى أم أمه. نعم. أن أم الأب تقدم على أم الأم لأنها تدلي بعصبة، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به، فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته. نعم. والأولى هي المشهورة، الأولى يعني الرواية الأولى، أن نساء الأم أقدم من نساء الأب، هي المشهورة في المذهب. نعم. وأن المقدم الأم ثم أمهاتها وإن علون، والأولى هي المشهورة. نعم. وأن المقدم الأم ثم أمهاتها وإن علون ثم الأب ثم أمهاته، بعد انقطاع النساء الأم يأتي دور الأب، بعد جداته من جهة الأم يأتي دور الأب ثم أمهات الأب وهكذا. نعم. الصلاة والسلام. نعم. ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم جد الأب ثم أمهاته وإن لم يكن وارثات، لأنهن يبلين بعصبة من أهل الحضانة. نعم، يعني يكون الترتيب هكذا، أولا الأم ثم من بعد الأم أمهاتها ثم من بعد أمهات الأم الأب ثم من بعد الأب أمهات الأب وأمهات الجد وأمهات جد الجد وهكذا وإن علونا، على هذا الترتيب. نعم. بخلاف أم أبي الأم فإنها لا حق لها، يعني يشترط في الجدات من جهة الأم أو من جهة الأب أن يكون جدات صحيحات، يعني يدلين بإناث
بإناث خلص. أما إذا أدلت الجدة بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب فإنها لا حضانة لها، كما أنها لا ميراث لها في السدس كما هو معروف في الفرائض، ويسمين بالجدات الفاسدات يعني اللاتي لا يرثن من السدس. نعم. بخلاف أم أبي الأم فإنها لا حق لها لأنها تدلي بمن ليس له حق منها. مسألة. ثم الأخت من الأبوين بعد الجدات من جهة الأب، الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الأب، على هذا الترتيب، الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الأب. نعم. ثم الأخت من الأبوين لأنها أقرب، ثم الأخت من الأب لأنها تليها في الميراث، ثم التي من الأم فلو اجتمعت مع أخيها قدمت على الأخ في الحضانة، لأن الحضانة يلاحظ فيها الإناث أكثر من ملاحظة الذكور، فالأخت أولى من الأخ، الأخت الشقيقة أولى من الأخ الشقيق. نعم. لأنها امرأة من أهل الحضانة فقدمت على من في درجتها من الرجال، لأن النساء في الحضانة أحسن من الرجال. نعم. كتقدم الأم على الأب لأنها تلي الحضانة بنفسها. اعتبر هذا بالأبوين، الأبوين ذكر وأنثى، تقدم الأنثى وهي الأم على الأب. نعم. لأنها تلي الحضانة بنفسها والرجل لا يليها بنفسه، لأن الأنثى تلي الحضانة بنفسها تباشرها، أما الذكر فإنه يسندها إلى غيره، إلى زوجته أو إلى أن يستأجر له امرأة تنظفه، فيسنده إلى غيره ما يتولاها هو، ومن يتولى الحضانة بنفسه فهو أولى ممن يوليها غيره. نعم. مسألة. فإذا انقرض الأخوات فبعدهن الخالات، ينتقل إلى الخالات من جهة الأم، خوات الأم. نعم. لأنهن ثم العمات من جهة الأب وهكذا. نعم. لأنهن أخوات الأم فتقدم الخالة من الأبوين ثم الخالة من الأب ثم من الأم كالأخوات. والرواية الأخرى كما ذكرنا أن قرابة الأم تقدم على قرابة الأب، فالخالة من الأبوين ثم الخالة من الأم ثم الخالة من الأب، والعمات كذلك. نعم. ويقدمن على الأخوال لأنهن نساء من أهل الحضانة كما تقدم الأخت على أخيها. نعم. الأخوال لهم حضانة لكن تقدم عليهم الإناث لأنهن أخص بالحضانة من الرجال، ولأن الرجل لا يباشر الحضانة بنفسه وإنما يوليها غيره من النساء، ومن يباشرها بنفسه أولى ممن يكيلها إلى غيره. نعم. ثم بعد الخالات العمات لأنهن أخوات الأب، فتقدم التي من الأبوين على التي من الأب ثم التي من الأم كما قلنا في الخالات. من الأم فتقدم التي من الأبوين على التي من الأب ثم التي من الأم كما قلنا في الخالات. يرجع إلى القول الثاني كما هو في متن الزاد وشرح. نعم. ويقدمن على الأعمام لأنهن نساء من أهل الحضانة كما قلنا في تقديم الخالات على الأخوال. هذه قاعدة أن إذا اجتمع رجل وامرأة من أهل الحضانة تقدم الأنثى على الذكر في الأبوين وفي الأخوال والخالات وفي الأعمام والعمات وفي الإخوة والأخوات، قاعدة أنه إذا اجتمع رجل وامرأة من أهل الحضانة قدمت المرأة. نعم. وعلى الرواية التي تقول بتقديم أم الأب على أم الأم ينبغي أن تقدم العمات على الخالات. هذه قاعدة أيضا اختارها الشيخ تقي الدين، أن نساء الأب أولا الأم، هذا بالإجماع، وبعد الأم تقدم نساء الأب على نساء الأم، هذه قاعدة، فتقدم العمات على
أتقدم الجدات من جهة الأب على الجدات من جهة الأم، تقدم العمات على الخالات، وهكذا. نعم. لأنهن يدلين بالأب وهو عصبة فهن أولى من الخالات. نعم. مسألة. ثم الأقرب، فالأقرب من النساء. إذا انقرض العمات انتقلت الحضانة إلى خالات الأم لأنهن أخوات أمها. يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تشرحوا لنا شرحا مفصلا حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. واضح أن من ولدت وهي زوجة لشخص في عصمته فإن ولدها يلحق به، إلا إذا منع من ذلك مانع كما سبق، بأن ولدته لأقل من 6 أشهر وعاش من اجتماعه بها، وإلا فالأصل أنه أن الولد لمن له الزوجية يلحق به، هذا معنى الولد للفراش، أي أن الولد للزوج لأنه ولد على فراشه. وللعاهر الحجر الزانية، العاهر معناها الزانية والحجر معناها الرجم فترجم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مات شخص وترك ولدا وتزوجت الزوجة من بعده، والمرأة ليست حريصة على تربية هذا الطفل، وللولد أعمام صالحون، هل من حقهم أخذ ولد أخيهم منها، علما بأن الطفل صغير لم يبلغ بعد؟ إذا تزوجت سقط حقها، تنتقل الحضانة إلى أقاربه من الرجال والنساء. نعم. فضيلة الشيخ، المتزوجة ليس لها حق في الحضانة. نعم. لأنها استحقت منافعها لزوجها فلا تتفرغ للطفل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مجبوب الذكر دون قطع الخصيتين يشعر بشهوة أم تزول شهوته؟ الله أعلم، هذا عند الأطباء. قد يشعر، نعم قد يشعر بشهوة، لكن ما عنده آلة يشعر بشهوة، لكن ما عنده آلة توصل هذه الشهوة إلى مستقرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقوم الطب الحديث بما عنده من اختبارات وتحاليل لتحديد نسب الطفل؟ هل يقوم مقام القافة إذا كانت تلك الاختبارات صحيحة ودقيقة؟ ما يكتفى بها، ما يكتفى بها في إلحاق الطفل ونسب الطفل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن الاختبارات والمختبرات ما تكون النتائج فيها مسلمة 100%، إنما هي تحريات لا تدل على المطلوب 100%، ولذلك يخطئون كثيرا في التحاليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صحيح البخاري أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: لو وجدت رجلا مع امرأتي قتلته بالسيف غير مصفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، والله أغير مني. الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل هذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لقول سعد؟ وهل يقتل الرجل لو فعل ذلك؟ الأصل أنه يقتل، يعني يمكن يدعي أنه داخل بيته وأنه اقتله من باب الغيرة، يكون هذا من باب الحيلة وتسفك الدماء بهذه الطريقة، طريق الحيلة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة بحق سعد رضي الله عنه، لأن سعد له خاصية وعنده من الورع والتقوى ما يحجزه من سفك الدماء بدون حق. وإلا فالأصل إن من قتل شخصا عمدا عدوانا أنه يقتل به، يقتص إذا طولب بذلك، لأنه لو فتح هذا المجال يتحيل الناس على قتل من يريدون بهذه الدعوة أنه دخل بيتي، أو ربما يعزمه ويجيبه ويقتله ويقول هو اللي هاجم علي وهو اللي داخل علي، فمن يبين هذا الشيء؟ الدماء تعصم وتحفظ من الحيل ومن
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ربما يكون إن كلام سعد من باب دفع الصائل، وصحيح إذا صال على الإنسان، إنسان يريد ماله أو يريد زوجته أو يريد قتله يدفع ولو بالقتل، وليس عليه شيء، دفع الصائل يقتل وليس فيه شيء. لكن إذا تحقق أنه صائل، إذا تحقق أنه صائل وانتفت التهمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا زنت جارية وحملت من هذا الزنا، وعندما سئلت من هذا الذي زنى بك قالت فلان، وأنكر ذلك من اتهم به، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يعتمد على التقارير الطبية؟ لا، الأصل أن الشرع يوجب الستر وعدم البحث في هذه الأمور، ولا يؤخذ بإقرار المرأة أنه زنى بها فلان، ما يؤخذ بهذا، إنما تؤخذ هي بإقرارها على نفسها فقط، أما هو فلا يتعرض له إلا ببينة أو إقرار منه هو أربع مرات بهذا الشيء، أربعة شهود أو أربع إقرارات منه هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رمي الكافر بالزنا فهل يعزر من رماه؟ نعم، يعزر من رماه، لأنه ما ينبغي للمسلم أن يتفوه بهذا الكلام، يطهر لسانه عن هذا الكلام، ولأن الكافر أيضا إذا كان مستأمنا أو معاهدا له حرمة، له حرمة ما يتعدى عليه. نعم. وهل يفرق بين المهادن وغيره كالحربي؟ الحربي ليس له حرمة، الحربي ليس له حرمة، الكلام في المهادن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يبلغ من العمر 30 عاما وأخبره أحد والديه أنه لم يعق عنه إلا بشاة، فما الحكم في هذه الحالة علما بأن عمل والديه كان عن جهل؟ تكفي الشاة والحمد لله، الشاة تكفي عن الذكر، والأفضل أن يكون عن الذكر شاتان، وإذا عق بواحدة أجزات الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقوله تعالى في الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؟ واضح أن الإنسان إذا ذكر الله في قلبه ولم يتلفظ ويسمعه الناس فإن الله جل وعلا يذكره في نفسه، وإذا تلفظ وسمعه الناس فإن الله يذكره عند الملائكة وتسمعه الملائكة، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط لدخول غير المسلمين في الأحكام التي تتناول المسلمين؟ نعم، ما الضابط لدخول غير المسلمين في الأحكام التي تتناول المسلمين؟ الضابط العهد والأمان، العهد والأمان، فمن كان له عهد كأهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس فإن له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وكذلك المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بأمان أيضا هذا له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين حتى ينتهي عقده ويذهب إلى بلده، بقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. نعم، فالضابط هو العهد والأمان. نعم، يكفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.